السلام عليكم، معكم المهندسة فرح حياة، عضو هيئة التدريب في المعهد العالي للاتصالات والملاحة قسم الكمبيوتر، ومنتدبة لدى وحدة الاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة في المعهد. دورتنا أساسيات كتابة الدراسة الذاتية لمنظمة الاعتماد الأكاديمي أبت. أبت هي البورد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا من أمريكا. في الدورة هذه راح تكون إن شاء الله 4 أيام، راح نتطرق فيها لمفهوم الاعتماد الأكاديمي، وناخذ نبذة عن المنظمة أبت وشلون خطوات الاعتماد الأكاديمي تكون من أول ما حابين تاخذون اعتماد للبرامج إلى إن شاء الله لما تاخذون الاعتماد. راح نشوف أهداف وأهمية الاعتماد الأكاديمي، ناخذ نبذة عن البورد الأمريكي أبت، ليش المنظمة أبت تتطلب دراسة ذاتية، خطوات الدراسة الذاتية. راح نشوف مع بعض معايير كتابة الدراسة الذاتية وإيش كثر تاخذ منه وقت من أول ما نطلب الاعتماد إلى الاعتماد النهائي. راح نتكلم بشكل كبير عن التحسين المستمر أو التطور المستمر اللي هو الكونتينيوس امبروفمنت لبرامج القسم، وإن شاء الله تستفيدوا معنا. حياكم الله.